نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشرت كلمة عند بعض الشباب ونريد أن نعرف حكمها، وهي الرحمن في السماء وقبيلة كذا في الأرض، ذكر اسم القبيلة، يقول هل هذا جائز؟ إيه، القبيلة ما هي في الأرض، هي في الأرض، والله في السماء بلا شك، ما أجاب شيء أنه صحيح، الله في السماء والقبيلة والناس في الأرض. نعم، إيش قصده من هذا؟ ما ذكر شيء، ما قصده، هذا أصله جائز لا بأس. نعم.